السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الشرح ديال لو شابيتر 7 ديال لو رومون كونديد او لوبتيميزم، الروايه اللي خاصه بالناس ديال ثانيه بكالوريا والناس اللي دايرين باك ليبر. انا حاولت نركز معكم لو ماكسيموم كيف قلتوا لي ونعطيكم الحق ديالكم باش هاكا الناس تاع ثانيه باك حتى هما يبقاو على خاطرهم، وسيرتو الناس اللي دايرين باك ليبر كيحتاجوا المساعده بزاف. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا لاشين وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ودعوه الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله البارتي 2 ديال لو شابيتر 7. قبل ما نبدا البارتي الثانيه ديال لو شابيتر 7 غنديروا تذكير بالاحداث اللي وقعت لنا في البارتي الاولى. شفنا ان كونديد جات عنده ديك العجوز داتو تهلات فيه، عطاتو البوماده باش يدهنها لذاك الجلد ديالو باش يخفف عليه الالم، وداك العصا شويه اللي كان عطاتو ياكل، عطاتو ملابس جديده. من بعد بقات كتجيب لي الماكله اليوم غدا، فواحد النهار قالت لي نوض جمع القوى ديالك وتبعني. مشات هي وياه، دازوا من القريه ووصلوا لواحد الدار اللي داير بها الجرادي والويدان ديال الماء. دقوا في واحد الباب صغير حل لهم شي حد، هبطات هاد العجوز كونديد مع الدروج، واحد الدروج اللي هو سري، وداتو لواحد الشومبر وخلاته تما، سدات عليه ومشات. فهاد لا فيديو غادي نشوفو ملي جات هاد العجوز اشنو وقع. هادي هي البارتي اللي باقا لينا ديال لو شابيتر 7. لا فيي غوباريو بيانتو، يعني العجوز ملي سدات على كونديد مشات، ما تعطلاتش بزاف ورجعات. Elle se tenait avec peine une femme tremblante. وجايبة معاها واحد المرأة اللي كلها كترعد وجاية غبزز، يعني هي اللي مكاليها، يعني العجوز شادة ديك المرأة غبزز باش توقف، وهذيك المرأة كلها كترعد. D'une taille majestueuse، هاد السيدة هادي اللي جايبة معاها العجوز عندها واحد لاطاي اللي هي زوينة. Brillante d'une prieurie et couverte d'un voile، هاد السيدة هادي اللي جاية وما قادش توقف، يعني الطاي ديالها زوينة. بغيونت يعني كلها كتبري بدوك المجوهرات ودوك الحيلي اللي دايرة، يعني هنا سيدة باينة عليها أنها غنية. اي كوفير دان فوال، ودايره واحد الشال بحال اللي كيديروا العرايسات في العرس، يعني كتكون دايره واحد الشال، عاد كيجي داك الزوج ديالها كيحيد ليها الشال باش يبان الوجه ديالها. هاد السيده العجوز كدير نفس الطقوس ديال العرس، كنلاحظوا هنا انها جايباها دايره لابسه الحلي ديالها، ودايره داك مغطيه الوجه ديالها بواحد الشال. اوتي سو فوال دي لا في ا كونديد، قالت لي هاد العجوز كونديد قالت لي حيد ليها الشال. لو جون هوم ابروش، داك الشاب اللي هو كونديد قرب لهاد السيده هادي. اي ليف لو فوال دون ما تيميد، حيد لهاد السيده داك الشال اللي مغطيه به الوجه ديالها، وهو حشمان يدو، يعني ما باغيهاش تقيس ديك السيده، يعني كيحيد داك الشال وهو حشمان. كال مومون، يا لها من لحظه. كال سوربريز، يا لها من مفاجأة. إيل كخوا فواغ مادموزيل كونيغون، قال لك واقيلا يعني كيبان ليه بحال كيشوف مادموزيل كونيغون، يعني دخل ليه الشك مني حيت الشال على السيدة، يعني جاب ليه الله بحال كيشوف ديك مادموزيل كونيغون، ديك السيدة زعما اللي كان كيبغيو واللي ماتت، اللي قال ليه الأستاذ ديالو بونغلوس في لو شابيتر 4 أنهم اغتصبوها وقطعوا ليها الكرش ديالها وماتت. Il la voyait en effet, c'était elle-même. لا قالك لا، راه 100% هذه هي كونيغوند، يعني بحال عودات حياه، هو في راسو ان كونيغوند راهي ماتت، وان هي راه ما ماتتش، راه بونغلوس مشى غلط، هي بقات حيه. لا فورس لوي مونك، القوه خانت كونديد. Il ne peut proférer une parole، ما بقاش قادر نهائيا ينطق بشي كلمه. Il tombe à ses pieds، تلاح على الرجلين ديال كونيغوند. كونيغوند طومب سوغ لو كانابي، كونيغوند تاهي سخفات، شافت كونديد شحال ما شافتو، طاحت على داك الكانابي. لا في لي زاكابل دو سبيتيوز، عطاتهم ورشات عليهم واحد الماء مقدس، يعني واحد الماء فيه نور فيها ريحة عندهم، هو ماء مقدس شداتو دارت كترش على كونيغوند على كونديد زعما باش يفيقو، بحال إلا شي واحد ملي كيسخر كيعطيو يشم الريحة كتكون مجهدة باش كيسترجع الوعي ديالو، يعني نفس الطقوس كدير هاد العجوز هادي، يعني رشات عليهم هاد الماء المقدس على كونديد وعلى كونيغوند. Ils reprennent leur sens، يعني قدروا يسترجعوا الوعي ديالهم. جوج
il se parle, بداو كيدويو سو سون دابور دي مو اونتر كوبي في الاول يعني ما قادرينش يكملوا الكلام يعني كيقولوا في الكلام اللي هو كلام مقطع حيت مصدومين وسخانين في نفس الوقت دي دوموند اي دي ريبونس يعني كيبقاو كيسولوا بعضياتهم كيجاوبوا كي سو كرواز يعني اسئله واجوبه كتلاقى مع بعضياتها دي سوبير كيتنهدوا دي لارم دموع كيبكيو دي كري كيغوتو صراخ يعني تخلطوا عليهم عرام كيف كنقولوا لا فيي لو ريكوموند دو فير موان دو بروي العجوز اللي كيمشوفوا تكالما واحد شويه حاولوا ما ديروش صداع بزاف اي لي ليس او ليبرتي وخلاتهم ياخذوا الراحه ديالهم بجوج كوا سي فو لوي دي كونديد فو فيفي قال لي كيفاش انتيا باقا عايشه جو فو روتخوف اون بورتوغال يعني لقيتك في البرتغال او نو فوزا دونك با فيولي واش ما خصوكش او نو فوزا بوا فوندو لو فونتر واش ما قطعوش الكرش ديالك كوم لو فيلوزوف كونغلوس مولا بي اسوري كيتاكد ليا الاستاذ ديالي كونغلوس غتجاوبو كينيغون سي في دي لابيل كينيغون قالت لي فعلا وقع لي هادشي اغتصبوني وفعلا قطعوا ليا لو فونتر ديالي مي اون نو مور با توجور دو سي دو اكسيدون قالت لي وني راه مكنموتوش دائما بهاد جوج ديال الحوادث يعني ماشي غير اغتصبوني وقطعوا ليا كلشي راه غنموت يعني معجزه وقعات وبقات زعما هي حيه مي فوتخو بير اي فوتخو مير اونتي لي ايتي تشي قال لي وليني باك امك واش بصح تقتلو Il n'est que trop vrai, dit Cunégonde en pleurant. Peut-être que Cunégonde a fait un de ça, baba ou maman, tu ne me le cas de Et votre frère, ou l'ach d'yelg? Mon frère a été tué aussi, la fille ta rouille ta ouette. Et pourquoi êtes-vous en Portugal? Laisse-moi dire qu'il est d'abord le Portugal. Et comment avez-vous su que j'y étais? Ou j'ai raté un arrêt à un qui est né là? Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison Où je me mourrai, ma rariba, et nous saltine, ou je tine, il y a l'aide d'Al-Hedi. Je vous dirai tout cela, répliqua la dame. Et la dame, il y a qu'une égonde. Qu'est-ce qui joue un jour quelqu'un à des questions d'elle Mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçus. Candide lui obéit avec un profond respect. Et Candide, قبلت شي قالت لي كينيغون بواحد الاحترام اللي هو كبير. Et quoi qu'il fût interdit, بالرغم من انه باقي دايخ وباقي تالف هادشي اللي واقع. Et quoi que sa voix fût faible et tremblante, بالرغم من ان الصمت ديالو باقي ضعيف وكيتراعد. Quoi que l'échine lui fit encore un peu mal, بالرغم من ان ذاك الاسفل ديال الظهر ديالو باقي كيضرو بديك القتله ديال العصا اللي حدا, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. بالرغم من هادشي كامل كونديد بدا كيعاود لكينيغون بواحد الطريقه اللي هي ساذجه بزاف كاع داكشي اللي وقع لي من نهار تفارق هو وياها من نهار ديك القبله البريئه كينيغون لوفي لي زيو او سيال يعني هو كيعاود ليها وكينيغون هزات عينيها للسما Elle donna des larmes à la mort du bon Anabaptiste et de Pangloss. Dès qu'elle s'est dit qu'elle n'a pas de mort, ou qu'elle s'est dit qu'elle était Jack, l'Anabaptiste, qui a eu un dit, tu vois, de bien, il y a eu un lien. راني تلاقيت مع السيد وعاوني وتلاقيت مع بونغروس وكان في هذه الحاله وعاونا هاد جاك لالا باتيست بجوج ومات مسكين وغرق المهم هو كيعاود ليها هي تاهي تاثرات وبقاو فيها هاد جوج ديال الشخصيات حيت ماتوا وبدات كتبكي ابخي كوا ال بارلا اون سي تيرم ا كونديد من بعد هادشي هذا بدات حتى هي كتعاود لكونديد كي لو بيردي با اون بارول لي ما كيزقيل حتى كلمه هي كتعاود وهو متبع معاها مزيان اي كي لا ديفوغي دي زيو كيما كنقولوا
مركز معاه في القياس لدرجة أنه هذه هي كلها بقوة ديال التركيز. طونديل معروف على أنه كيسمع مزيان وكيركز، يعني هي كتعاود ليه وهو مركز معها فوق القياس ما كيزيد حتى شي كلمة. كان هذا هو الشرح ديال البارتي الثانية ديال لو شابيتر سيت. إن شاء الله في لو شابيتر 8 غادي نتعرفوا على ليستوار ديال كونيغوند، أشنو وقع كونيغوند، كيفاش وصلت لهاد البلاصة، وكيفاش بقات حية حتى تلاقات مع كوندي. كنتمنى أن هاد الشرح هذا ديال لو شابيتر 7 يكون فادكم. إلى اللقاء إلى فيديو مقبل إن شاء الله وإلى معلومة جديدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.